أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل بشكل فوري لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أكد الرئيس السيسي استمرار الجهود المصرية في هذا الإطار على مختلف الجبهات لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوازي مع التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة تأسيسا على المبادرات المصرية. من جهته ثمن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس السيسي والتي نتج عنها وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة. وخلال الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تم كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الجانبين. كما شهد الاتصال أيضا التباحث حول أفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التنمية بالقارة الأفريقية، مع التركيز على أهمية ضمان استمرار الدعم الأوروبي للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا.